مرحبا. في مسلسلات صعب انك توصي عليها لانه صيتها سابقها، مثل مسلسل الاختيار، العمل الفني الاهم على مستوى العالم العربي، لانه يعني يرصد فتره جدا حساسه بقصص مبنيه على حقائق ومرتبطه باحداث زمنيه محدده، واللي برايي انه كل نجوم العمل قدموا افضل ما لديهم في هذا المسلسل. في شخصيات مبدعه قررنا نختار شخصيه خطفت الاضواء لادائها الغير متوقع. خلونا نشوف. الفنان احمد مكي، مخرج وممثل ورابر، بدأ حياته المهنية كمخرج وشارك في إخراج العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، وبعدها بفترة قصيرة انطلق في عالم التمثيل كممثل كوميدي من خلال أدوار متعددة مثل إتش دبور وبهيج وحزلقوم والكبير. والآن بعد المقدمة البسيطة عن الشخص، خلونا نشوف الشخصية. الضابط يوسف الرفاعي، واللي على ما يبدو أنه اسم مستعار لأحد أبطال القصة الحقيقية الذي تم إخفاء اسمه للحفاظ على سلامته، ضابط عمليات خاصة انضم إلى قوات الأمن الوطني. يجمع العديد من الصفات اللي استطاع الفنان أحمد مكي تجسيدها بشكل مميز، مثل الشجاعة خلال العمليات والمسؤولية والرومانسية كذلك. والأول مرة يظهر الفنان أحمد مكي بهذه الشخصية، واللي شكك الكثير في قدرته على تأديتها بشكل مناسب لأنهم تعودوا عليه في مجال الكوميديا بشكل كبير. الدور اللي أداه مكي في مسلسل الاختيار تجاوز كل التوقعات وردود الفعل الأولية بعد الإعلان عن شخصيات المسلسل، واللي كانت تربط شخصية مكي بشخصيات عشناها معاه سابقاً بعيدة كل البعد عن هذا الدور. أبدع مكي وقدم دوره بكل احترافية، قدم نفسه للجمهور بشكل مختلف وجديد، وأتوقع أنها نقطة تحول في حياة مكي أو مسيرة مكي المهنية من الكوميديا إلى الأعمال الجادة. شوفكم.